بتكلم على بيراميدز وقصه الكابتن عبد الله السعيد. خلينا نروح بسرعه بالتفصيل مع الكابتن حمد ابراهيم مدرب العام لنادي بيراميدز. كابتن حمد، برحب بحضرتك. كابتن شادي، اهلا وسهلا، تحياتي ليك، اهلا وسهلا ومبروك على البرنامج الجديد يا حبيبي. ان شاء الله كابتن حمد، طبعا ماشيين بشكل هايل مع الكابتن ايهاب جلال في الدوري الممتاز وفي الكونفدراليه، ربنا يا رب يوفقك. كابتن ايهاب جلال واحد من المدربين المتميزين المحترمين اللي تستمتع بالاداء الفني مع جهازه الفني المحترم. يا كابتن، عايز اعرف من حضرتك التفاصيل لقصه عبد الله السعيد. والله الحمد لله. الاول بس بقى بشكر ربنا وتوفيق ربنا، وان شاء الله باذن الله نقدر نفضل ماشيين في نفس الخط، وده مجهود لعيبه ومجهود مجلس اداره وكيان كامل هو نفسه يمشي في الطريق ده، فان شاء الله باذن الله نقدر نكمل، وان شاء الله توفيق ربنا معانا باذن الله. عبد الله السعيد، طبعا انا تواصلت النهارده مع الجهاز الطبي، وعبد الله يعني في الدقيقه 30 من الشوط الاول كان حاسس بتقل في الخلفيه شويه، والحمد لله رب العالمين هو خرج بين الشوطين واتعمل له اشاعه هنا، فحصل ان هو عنده شد من الدرجه الاولى. ان شاء الله باذن الله يعني ياخد وقت بسيط ان شاء الله، وان شاء الله بس لما يرجع ونقدر نحدد الحاله نفسها ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. كابتن شادي، ان شاء الله. كابتن، معلوماتنا اللي حضرتك بتتواصلوا مع لاعبتكم، فانت عرفت ان عبد الله مصاب من عبد الله ذات نفسه. والله بس الجهاز الطبي طبعا عندنا تواصل مع الجهاز الطبي مع المنتخب وادوا لهم التقرير وتواصلنا مع عبد الله، لان احنا دايما بنتابع اللعيبه بتاعتنا وبنشوف هم بيشتغلوا ازاي وايه، وحتى بنشوف مع الدكتور محمد هناك بنشوف الارقام بتاعتهم اللي شغالين دي، يعني بيبقى في تواصل كامل عشان نبقى عارفين اللعيبه بتاعتنا شغاله ازاي، حتى في التدريبات في كل حاجه يعني. فالامور ماشيه بشكل معقول جدا، وانا بقول لك يا كابتن شادي ده بيحصل، يعني هيظل ان عبد الله سعيد لعيب مهم جدا في الفرقه في المنتخب وفي الفرقه، فاكيد هيحصل الكلام دوت يا كابتن شادي. اكيد عايز استغل وجودك معايا كابتن حمد، وانا بشكرك جدا دايما لما بنحتاج اي تواصل حضرتك بتبقى موجود معانا عشان توضح الامور لنادي بيراميدز، وده علاقه محترمه جدا مع برنامجنا. عايز اعرف من حضرتك كابتن حمد، اكيد انت عندك لعيبه متميزه ولعيبه كانت دايما موجوده في المنتخب زي رمضان صبحي مثلا، محمد عادل، الجهاز الفني ابراهيم عادل متاسف. الجهاز الفني انت عارف اللعيب لما يبقى رجله داخل المنتخب طول الوقت وبيستبعد بيبقى في امور نفسيه بتضايق اللعيب، يبقى نفسه يمثل منتخب بلده. تعاملته مع ابراهيم عادل ورمضان صبحي. والله اكيد يعني من اول يوم حصل الاختيار، وده حق اصيل لمدير المنتخب او المدير الفني، هو اللي بيختار الكلام دوت، حق اصيل ليه، لكن هيظل ان نادي بيراميدز عنده اكتر من لعيب كان يستحق ان هو يبقى متواجد ولاعيبه كبار، وكان من اول يوم الكابتن ايهاب اشتغل ان هو هيتكلم مع رمضان ومع ابراهيم عادل، احمد توفيق، ناس كتيره يا كابتن كانت، علي جبر، ناس كتيره كانت في المنتخب اصلا اسمائها بتبقى موجوده، فمن اول يوم الحمد لله لقينا الروح نفسها بتاعت اللعيبه روح كويسه قوي وروح ممتازه ومستقبلين الكلام دوت، وعندهم رغبه كبيره جدا ان هم يشتغلوا وان هم الشغل بتاعهم هو اللي هيخليهم يرجعوا تاني للمنتخب، فدي كانت حاجه من الحاجات اللي ريحتنا. لكن طبعا اتكلمنا معاهم وشرحنا لهم ممكن وجهه نظر مدير فني من وجهه نظرنا احنا، لكن اللعيبه الحمد لله لقينا روحها كويسه جدا، بيتمرنوا بمنتهى الجديه، بيتمرنوا بمنتهى القوه، فدي حاجه برضو يعني ريحتنا شويه يا كابتن شادي. طيب ان شاء الله عوده الدوري عندكم، اول مباراه بعد عوده الدوري مين يا كابتن؟ ان شاء الله المصري يوم الجمعه باذن الله. ماتش صعب والفرق كلها كابتن انت عارف طبعاً. الدوري حلو او حلوه جدا السنه دي واثاره. بيراميدز هياخد دوري السنه دي؟ يا رب ان شاء الله، ربنا السماء العليم. انت بتشتغل وبتجتهد وبتحاول تعمل احسن حاجه عندك، وهيظل في الاول وفي الاخر هو توفيق ربنا يا كابتن شادي مع مجهود اللعيبه ومجهود المنظومه كلها جوه نادي بيراميدز، لان انت بتتكلم في اداره محترفه بتوفر لك كل حاجه وانت بتحاول تشتغل، وفي الاول وفي الاخر هو توفيق ربنا بالزبط. انت هتعمل احسن حاجه عندك وهتشتغل، لكن هيظل انا بقول ان هيبقى فيصل في الحاجات دي يا كابتن شادي الفرقه اللي هتفضل
لأطول فترة ممكنة عندها تنظيم وتشتغل بنظام هي ممكن تكمل في الكلام دوت على كذا فرق، لأن أنت عندك دلوقتي فرق الدوري الحمد لله عندك دلوقتي أكتر من 10 فرقة أو 12 فرقة في المدعمين بشكل كويس جدا، بيقدروا يشتغلوا بشكل كويس جدا. فأنت ما تعرفش دلوقتي المباراة اللي أنت داخلها مين هيبقى، يعني ما تقدرش تقول فرقة هتكسب فرقة كابتن شادي دلوقتي، لأن كل الفرق دعمت بشكل كويس جدا وجابت لعيبة مميزة. فانت لازم تشتغل وتفضل طول ال 90 دقيقه بتشتغل لغايه ما صفاره الحكم تنتهي عشان تقدر تطلع بالمباراه. فهيظل ان الدوري السنه دي شكله مختلف، حتى التصوير نفسه المباراه نفسها بقت ليها شكل مميز جدا، فحاجات كتيره يا كابتن شادي، فدي حاجه مهمه جدا. كابتن حمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن ايهاب جلال. ناس بتشتغل تروح الاسماعيلي تعمل طفره، تروح البيراميدز تعمل طفره، واحد من المدربين اللي ليه اسلوب وطريقه لعب. انا احترم دايما المدرب اللي يروح يفرض اسلوبه على الفريق اللي هو بيدربه. كابتن ايهاب جلال كمان مدرسه الهدوء، توصلك مع لعيبتك اللي انت عاوز تبقى قريب من اللعيبه وتتكلم. يا جماعه اوضه اللبس قلت لكم هي الاساس، المدير الفني اللي بيحتوي اوضه اللبس والمدير الفني اللي بيحبب فيه اللعيبه كلها مش ال11 بس اللي بيلعبوا، هتلاقي نتائجه بتروح لحته كويسه.